صباح الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، درجات الحرارة تستمر على المعدلات مثل هذا اليوم العام، وتتأثر المنطقة الشرقية بأحوال جوية غير مستقرة تهطل على إثرها بعض زخات الأمطار. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار تكون الأجواء غالبا صافية، 26 درجة مئوية الملموسة، 26 الرطوبة مرتفعة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة المعتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة وكبيرة على درجات الحرارة، المفرق 35 إلى 21، إربد 32 إلى 20، عجلون 30 إلى 21، وجرش 33 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 35 إلى 22، العاصمة عمان 30 إلى 19، البلقاء 30 إلى 20، 29 إلى 20، مادبة 30 إلى 19، والبحر الميت أجواء حارة نسبيا 34 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 20، الطفيلة 27 إلى 18، معان 32 إلى 18، الشوبك 25 إلى 16، والعقبة أجواء حارة 35 إلى 23 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية والتي تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار في عموم المناطق، الأزرق 37 إلى 21، أرويشد 35 إلى 20، والصفاوي 35 إلى 19 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.